يعني اكيد انتي في الحياة ما بتفكريش حتى تعملي كده. لا 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 لا، لو شفتي حد بيتعامل كده هتاخدي خطوة وتروحي تتكلمي معاها ولا هتسيبيها وتمشي في حالك؟ لا، هتكلم معاها، هتكلم معاها من باب النصح بس. يعني حلفت نظرها انه انت كده بتبوظي حياه بنتك اللي انت متخيله ان هي عايشه متدلعه ومبسوطه وبتعمل اللي على مزاجها. بنتك هتتكره من الناس، مش هتعرف تتعامل مع الناس، هتبص لكل الناس ان هم اقل منها، لا هتعرف تشتغل ولا هتعرف تتجوز ولا هتعرف تعيش حياتها ولا هيبقى ليها اصحاب. قابلتي حد كده فعلا في الحياه؟ لا، ما بستحملش، اصل انا لو قابلت حد كده ممكن يعني ارتكب جنايه. ومعاهم حق. انا لو قدامي الست دي كان ممكن يعني لا، كنت هتضايق بجد. ممكن تضربيها؟ لا، مش هتضربي. انا كنا خايفين عليك تتضربي. ما انا كنت هتضرب. في واحده جايه بتقولي انا كنت خلاص جايه عليكي، ما مش عارفه هعمل ايه. هشدك من شعرك الاصفر ده يعني. ايوه، انت مستفزه جدا تعمل لي كده. فلا، يعني هي بتبقى حد مريض. يعني اللي بيبص دايما للناس من فوق ده وانه الناس اقل منه ده حد مريض. بصي، فعلا والله يا دعاء مش كلام فلسفه ولا هو شعارات ولا الكلام ده، بس انا اتربيت في بيت راجل الله يرحمه كان دايما بيقول لي كلمه واحده. دي اكتر كلمه انا كنت بسمعها منه: من تواضع لله رفعه. ابويا كان دايما ففكره التواضع انه مهما انت، ما فيش حد فينا له فضل. ده حقيقي. لا في مال ولا في شهرة ولا في جمال ولا في ذرية ولا في ذكاء ولا في نجاح. دي كل دي عطايا ربنا. ده حقيقي. بس المهم احنا ازاي هنستخدمها ونتعامل معاها. نقدر نفيد الناس، نفيد نفسنا، ولا هنبص للناس بالبقى. بتربي ابنك على ايه؟ ايه الحاجة اللي دايما بتبقي بتفكري بيها؟ انه ياخد حقه. ياخد حقه، وما يبتش ان هو وهو مش واخد حقه وحاسس انه مكسور، لكن في نفس الوقت ما يفتريش. امتى بقى حسيتي انك ما خدتيش حقك وانك مكسوره؟ بصي، لو ما خدتش حقي النهارده ببقى عارفه كويس قوي ان انا هفكر كويس عشان اعرف اخده بعد شويه. لا، قولي لنا الموقف اللي انت حسيتي فيه انه لا انا حقي ضاع وليه سبته وندمتي ان انت سبتيه. يعني كان ممكن تعافري وتاخدي. ما حسبتهاش كده. انا كان عندي حد بيساعدني في البيت وسرقتني.